وللحديث أكثر عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان في ظل تقارير تحمل النخبة السياسية ما وصلت إليه الأوضاع، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا بك معنا أستاذ حسان. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ حسان. البنك الدولي اتهم القوى السياسية بالتسبب في الكساد الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، إلى أي مدى ترى أن سياسات الأحزاب فعلا أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه من وضع اقتصادي صعب؟ كما نعيش نحن في لبنان نرى أن هذه القوى السياسية لا تملك رؤية لإدارة هذا الوطن ولإدارة السلطة، ترى في السلطة منطق التسلط وليس منطق الإدارة. هناك تضخيم كبير في موضوع التوظيف في القطاع العام، والقطاع العام يعتبر بطالة مقنعة لأنه غير منتج. أكثر من 300 ألف موظف في القطاع العام لوطن لا يتجاوز عدد سكانه 5 مليون. إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من الموظفين الذين لا يداومون ولا يعملون، مجرد يتقاضون رواتب وهم يجلسون في بيوتهم، أي أنهم لا يقدمون أي خدمات. بالتالي هذا العدد الضخم الذي يتطلب نفقات ورواتب وتعويضات ومساعدات مدرسية ومساعدات بدل نقل دون أن يقدم أي شيء لهذا الوطن، هذا كله عبء إضافي. عام 2016 وعاقب المؤتمر الذي عقد في فرنسا، تم الطلب من لبنان، سمي سيدر وان، مؤتمر سيدر وان، طلب منه أن يخفض عدد الموظفين في القطاع العام، وطلب منه عدم التوظيف ايضا في القطاع العام. فكانت النتيجه ان قبل الانتخابات النيابيه عام 2018 تم توظيف 30 ألف موظف جديد في القطاع العام من باب التوظيف الانتخابي حتى يقوموا بالتصويت للاحزاب التي قامت بتوظيفهم. اذا هناك تلاعب بالواقع الاقتصادي اللبناني، وهذا كله يشكل عبء اضافيا. اضافه الى ذلك هناك سياسه الهدر في موضوع الطاقه. لبنان تكبد حتى الآن وعلى مدى عقود أكثر من 50 مليار دولار على إنتاج الطاقة الكهربائية دون أن نحصل على طاقة. الآن نحن نحصل على الطاقة في لبنان، طاقة كهربائية ساعتين في اليوم الواحد على امتداد الأراضي اللبنانية، باستثناء مناطق محددة خاضعة لسلطة الثنائي الحاكم الذي يميز نفسه بساعات إضافية من الكهرباء. إذا هذا الدين العام الذي يتضخم نتيجة هذا القطاع لا نستفيد منه مطلقا، ودون طاقة كهربائية لا يمكن تطوير الاقتصاد. طيب. دون بنية تحتية لا يمكن نشجع على الاستثمار وعلى الانفاق على الساحة اللبنانية، لا سياحة ولا استثمار. نعم سيد حسن، ما نشهده أزمة المحروقات هي لربما نتيجة طبيعية للزيادة الكبيرة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وهو ما حملته الأحزاب للبنك المركزي. ألا ترى أن التدخلات السياسية لها دور أو هو لها الدور الأكبر في ذلك؟ طبعا الأحزاب دائما كانت تعمل لمصلحتها الحزبية والانتخابية وضمن جمهورها نتيجة التقسيم المذهبي والطائفي الذي نعيشه في لبنان عقب هيمنة هذا الفريق الحاكم الذي يمتاز بطائفيته ومذهبيته. وأنا أتحدث بالتحديد عن الثنائي الشيعي الذي يتصرف على أنه قوة مذهبية طائفية في لبنان وعلى امتداد الساحة العربية والإقليمية. الضغوط على البنك المركزي، على المصرف المركزي كانت كبيرة جدا للخضوع لهذه الطلبات. والآن خلال هذه الحكومة الآن يطلب الثنائي الشيعي من الحكومة إعطاء صلاحيات استثنائية لوزير المال الذي هو عنصر في حركة أمل للموافقة عليه في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الثنائي أيضا، للتصرف بحرية مطلقة في تحديد سعر قرص الليرة اللبنانية، لتقديم المساعدات والخدمات للقطاع العام. إذن هناك من يعمل على تضخيم الديون وتضخيم المأساة في لبنان ظنا منه أن المجتمع العربي والدولي سوف يندفع إلى لبنان لتسديد هذه الديون ومساعدة لبنان للخروج من أزمته، بينما هو يكون قد راكم ثروات على حساب الشعب اللبناني ومصالح الشعب اللبناني. طيب ولكن النتيجة كانت عكسية، انهيار الوضع المالي اللبناني وهجرة متزايدة من الساحة اللبنانية. بموضوع الديون، باعتقادك هل يستطيع لبنان فعلا أن يوفي ديونه أم أن قرار إعلان الإفلاس يمكن أن يكون هو البديل؟ هناك مراهنة على أن إنتاج الغاز والنفط المتوفر في البحر المتوسط وعلى الأراضي اللبنانية قد يكون كافيا لسداد الدين، ولكن هذا يتطلب سنوات. لا يمكن إنتاج النفط والغاز بسرعة
كما يتصور البعض. لذلك لبنان عاجز عن التجديد، وقد فعلا قد تلكأ عن التجديد منذ عامين مع حكومة الرئيس السابق حسان دياب الذي أوقف تجديد السندات المستحقة باليورو وكذلك بالدولار وبالليرة اللبنانية أيضا. لذلك لبنان هو عاجز عن التجديد وينتظر دعما ماليا، وشروط صندوق النقد الدولي واضحة وصريحة بضرورة إصلاح إداري وإصلاح مالي وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وإصلاح الشأن المالي برمته، أي أن الدعم الدولي يجب أن يكون لصالح الاستثمار وليس لدفع تعويضات وتسديد رواتب. لذلك هناك مشكلة كبيرة. المشكلة الأخرى أيضا أن القطاع السياسي اللبناني مختلف الأحزاب والبصرة المركزي والحكومة تقدم أرقام متفاوتة لصندوق النقد الدولي حول حجم الديون المترتبة على لبنان أو حجم الأزمة المالية فيه. لذلك لا يملكون رقما واحدا ومحددا لتقديمه، وهذا ما يؤكد الفساد الموجود ومحاولة كل فريق أن يلقي باللوم على الفريق الآخر، وهذا كله ينعكس سلبا على علاقة لبنان مع المجتمع الدولي، مع الدول الراعية، مع الدول الداعمة، وكذلك عدم ثقة المواطن اللبناني في هذه السلطة التي أوصلته إلى حالة من الفقر والعوز والتضخم المالي غير المسبوق على الساحة اللبنانية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لك.